فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أبيع التمر الرديء 10 كيلو على بائع أو على مشتري، ثم أشتري منه هو نفسه تمرا جيدا أقل منه بنفس القيمة؟ إذا تواطأتم على هذا ما يجوز، أما إذا كان ما في تواطؤ على هذا تشري منه ولا من غيره ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الضابط للموالاة؟ يعني لو قال لك معي خالف أنا أشري منك التمر الرديء بشرط أنك تشري من التمر الجيد، هذا ما يجوز. نعم.